من الخمسة ربما تختار لاعب واحد للفريق الأول. المدير الفني الشاطر اللي عنده خبرة، اللي عنده فكر كويس، اللي دارس، ولا اللي عنده علاقات كويسة وعنده جزء تسويقي كويس؟ أعتقد أن المدرب الرائع هو القادر على اختيار اللاعبين، هو لديه عيون ثاقبة لاختطاف هؤلاء اللاعبين للمشاركة في الفريق الأول، وهذا لا يمكن يمتلكه كل مدير فني. إما بتروح نادي وتيجي تبص على لعيب، بتبص بعينك من غير ما ودانك تسمع المدربين اللي موجودين اللي بيرشحوا لك، ولا بتسمع بودانك وتأكد بعينك؟ أنا أستمع وربما أتلقى تقارير أيضا، كيف تطور هذا اللاعب، تاريخه، ما هي مهاراته، كيف يلعب في اليمين وفي الجانب الأيمن واليسار، من الأفضل. وبالتالي أنت بالطبع يجب أن أستمع، ولكن القرار في النهاية يعود لي، يعود عيوني هي التي تساعدني إن كان هذا التقرير هو طبقا لما أراهده. الأمور التكتيكية والفنية، بعض اللاعبين ربما لديهم تصنيف رائع ويؤدون بشكل، هم رقم واحد، ولكن عندما يأتي إلى الفريق الأول ربما لا تشرق الشمس وتسطع كما كانت معه. هذه هي كرة قدم القدم. So you can judge على اللاعب محتاج كم مرة تشوفه، كم مرة تبص عليه، هل من أول مرة تدي قرار؟ لا، ربما أريد أن أراقبه لفترات طويلة، كل مباراة تختلف ولديها تكتيكات، ربما يؤدي بشكل رائع في إحدى المباريات ويخطف الأبصار، ثم المباراة القادمة يلعب ولكن لا ترى أي أثر له، وبالتالي عليك ضرورة هنا متابعته إلى عدة مباريات، حتى لأربعة مباريات على الأقل، قبل أن يخلق هذه الفرصة اللاعبين أيضا القدامى الذين يخدمون في النادي، يحضرون اللاعبين للنادي كما تعلم، هذا نظام قديم، ولكن عند عملية الانتقال أو عملية ربما الترجمة لكرة القدم نكون عملية استكشاف. الآن لدينا كشافين، ولذلك يحدث في دول العالم وفي الأندية الكبرى، وبالتالي لم يعد كما كان في الماضي يرشح اللاعبين القدامى اللاعبين، ولكن الكشافون هم من يجمعون اللاعبين. أنت تعلم شاكتا تونيت ولديه العديد من اللاعبين من البرازيل، هذا الشخص موجود هناك لمراقبة ويستكشف اللاعبين، وبالتالي لديه برامج أيضا والعديد من البرامج التي تحلل اللاعبين ويعطي البيانات اللازمة، ولكن أحيانا ليس هذا كافيا.